وحول تغول مافيات المخدرات في النجف، قال الصحفي والناشط حيدر صالح إن الإمكانيات التي تمتلكها تتفوق من حيث التسليح والنفوذ، وينبغي على الدولة دعم الكادر المختص بمكافحة المخدرات. القوات الأمنية ما قاعدة تسيطر على ملف المخدرات لعدة أسباب. أولا نقص بالكادر المختص بمكافحة المخدرات، ثانيا سيارات ما عندهم. تاجر المخدرات يمتلك أسلحة متطورة، يمتلك سيارات حديثة، مثلا دفع 8 سلندر يركض وراء بيجو شرط المخدرات أو يركض وراء سيارة بألنترا، هذا ما ممكن يلحق به. أضف إلى ذلك تجار المخدرات عندهم علاقات واسعة على مستوى العالم، مو فقط على مستوى يعني مثلا مسؤولين يعني بالحكومات المحلية أو حكومة بغداد، أحزاب ضخمة. طبعا بالتحقيق لما تقرأ أوراق التحقيق السرية على ملف المخدرات راح تلقى أحزاب متنفذة جدا بالدولة العراقية، هي اللي قاعدة تتعامل بهذا الملف وهي اللي قاعدة تديره مثل ما تريد.